بنيجي للمواد اللي راح نستخدمها. أولا نحتاج الإسمنت الأبيض، ثم نحتاج نحاتي ناعمة، ثم بنحتاج إلى مية، إلى مكان للخلط، ثم إلى مكان نضع فيه الخليط للمسبك، ثم إلى علبة حتى نشكل جوف المسبك، ثم نحتاج إلى تمكين الخليط وهو عن طريق السلكة حتى إنه يظل متماسك وقوي يتأثرش بالحرارة. بنيجي لمرحلة الخلط، فأول إشي بنضيف طوس النحاتي، ثم بنقلل منه شوي حسب الكمية حسب الحجم اللي انت بتحتاجه، ثم بنضيف الاسمنت الابيض بشكل يكفي لطوس النحاتي، ثم نبدأ عملية الخلط. بعد ما جهزت الاسمنت الحين بدي اجهز مكان لصب الغطاء. فأنا جبت قطعة حديد سمكتها شوي لأني بحتاج سمك حتى من 5 إلى 7 سنتي. جبت ثبتت فتحة في النص، يعني تقدروا تستخدموا أي إشي لإيجاد الفتحة. ثبتت وزن عشان تكون كل الصب مستوي. ثبتت إيدين حديد حتى نصير نرفع الغطاء. فالحين بجهز للصب وبأخلط المواد. الحين بدي أجهز البابون ونضيف المية. بنضيف الإسمنت الجاهز اللي عملناه في وعاء حتى نقوم بصبه في القوالب. هي الطوس اللي بدنا نصب فيه لازم يكون في الوسط في فتحة. بنضيف بودرة أطفال حتى إنه القالب ما يتماسك أو نقدر نفكه بسهولة. الحين بنضيف شوي، بعدين بنضيف أي مرتبان حتى نشكل فجوة في الوسط. بكفي هيك الحين. نضيف المرتبان أو بنعبيه كله بعدين نضيف المرتبة. الحين لازم نحط ثقل حتى نثبت المرتبان في مكان. نسينا نضيف مكون السلكة للجبلة. بنجيب لفة السلكة بنلف بننزلها كما هي، هذه تعمل تماسك
في الجبل ككل. نحاول إنه يكون في الوسط، بعيد السلك عن الوسط حتى ننزل الفتحة اللي بدنا نفتحها. هلا بنثبت الوزن، وزن كبير، جيب أقل، هيك الأمور تمام. بنستنى عليه، نعطيه يوم حتى إنه يجف. الحين بدنا ننتقل إلى صب الغطاء. نيجي هلا لفك الغطاء. نجيب الغطاء نشوفه على الفتحة، لاحظت انه فتحة الغطاء اكبر، فبعد ذلك قمت بتصغيرها حتى تكون نصف مساحة الفتحة اللي تحت. في هذه المرحلة أقوم بقص ماسورة أستخدمها لإدخال الهواء، حيث أقوم بعمل ثقبين في الجوف الداخلي للمسبك في أسفل الجوف، ثقب منهن لإدخال الهواء، ثقب لإدخال الغاز، حتى يتشكل عندي احتراق داخلي داخل المسبك. فإنه الماسورة الأولى استخدمها لإدخال الهواء، بربط فيها مجفف شعر. الماسورة الثانية بربط فيها جرة غاز أو بربيج، بتكون جرة الغاز بعيدة للأمام. ننتقل لمرحلة ثقب جوف المسبك، فبحدد الثقب الأول بيكون مقابل له عكس الاتجاه الثقب الثاني، ثقب لإدخال الهواء والثقب الثاني لإدخال الغاز، بأثقبهن باستخدام الدريل.
أقوم بتجميع الألمنيوم الذي أريد أن أصهره وأضعه في قالب حديدي وأضعه داخل المسبك وأشعل الغاز بحيث يكون خفيف في البداية، ثم أشعل الهواء ثم أرفع الغاز تدريجيا. ليصلك المزيد، الرجاء الضغط على اشتراك أسفل هذا الفيديو.